مساء الخير على حضراتكم من مالديف الدلتا، مصيف بلطيم. الهواء الرائع وجمال البحر في مياه البحر الابيض المتوسط. الجميع اتوا الى هنا الى مالديف بلطيم، احد اهم المصايف في منطقه الدلتا مصيف بلطيم. شايفين الشباب طبعا يعني استمتعوا بالاستحمام في مياه البحر الابيض المتوسط. الاسر اتت الى هنا لقضاء شم النسيم، يعني في طبعا مصيف بلطيم اللي بيمتد لاكثر من 10 كيلومترات. هنشوف ونتابع واحنا في جوله على الشواطئ المصيف، يعني المواطنين اللي الاستمتاع باجواء المصيف. المصيف بلطيم طبعا بيمتد ل طبعا اكثر 8 كيلومتر نحو 10 كيلومترات على مياه البحر الابيض المتوسط، واثنين يعني بيزور هذا المصيف اكثر من 2 مليون ونصف سنويا من جميع محافظات مصر ومن الوطن العربي ومن كافه بلدان العالم. لذلك هو من المصايف طبعا المتميزه. الشباب طبعا كله جاوا للاستمتاع باجواء المصيف الرائعه في شم النسيم. كمان الاسر بتتناول بقى الاكلات في الملوحه اهو. شايفين الشباب طبعا فرحان يعني باجواء المصيف الرائعه. وادي امتداد، يعني هنرجع بيه الصوره للخلف، الناس على الشواطئ الممتده. طبعا هنحاول جوله في على ادي الشباب اللي هو بيشارك طبعا من المياه فرحان. احنا بنحاول يعني نوصل هذه اللقطات الرائعه على مصيف بلطيم. المصيف كمان هنا شايفين الاسره اهو، وادي الاطفال، والاسر بتتناول الوجبات الفسيخ المملحه. يعني احنا بنتكلم على امتداد نحو 10 كيلو في احد اهم المصايف الاكثر هدوءا وطبعا الاكثر روعه من حيث المناخ والطبيعه الجذابه. ادي مياه البحر الصافيه، يعني انا مش عاوز اقول لكم وصف مياه البحر النهارده رائع رائع. المياه جميله، الاسر كلها طبعا اتجمعت لتناول طبعا الوجبات وكذلك الاستمتاع بمصيف بلطيم اللي هو طبعا يعد من احد اهم المصايف في منطقه الدلتا. عاوز اقول لكم كمان ان اداره المصيف هنا وفرت بيتش باجي، يعني احنا بنتجول لو قابلنا عشان الناس كبار السن و ذو الهمم للوصول الى الشواطئ بسهوله عشان الرمال طبعا. وكمان وعملوا مشايات من من طبعا الممشى الخاص داخل المصيف حتى الشواطئ في جميع الشواطئ الممتده على سواحل البحر الابيض المتوسط. المصيف بيحظى ب طبعا والكثير طبعا من المواطنين. ادي احنا بنشوف ونتابع الكل كمان بيستمتع بالاجواء الحاليه. هناك طبعا عدد كبير من المحافظين على الشواطئ بيعملوا على مدار الساعه يعني طبعا لحمايه المصطفين من اي مخاطر. ادي الامتداد، ادي الشماسي اللي طبعا تواجدت في على احدى الشواطئ. نحن في جوله ممتده على شواطئ مصيف بلطيم. الجميع طبعا والاسر والعائلات بيستمتعوا باجواء المصيف الرائعه. خلينا نتابع في هذه الجوله كمان. عايز اقول لكم ان الفسيخ يعني كميات كبيره جدا، كل ما بنفوت طبعا على بعض الشماسه بل اغلبها الناس جايبه كميه اسماك مملحه كبيره جدا للغايه، يعني كميه كبيره جدا من الفسيخ والرنجه والاشياء المملحه. الاطفال اهو الكل سعيد وبيستمتع بمياه البحر الابيض المتوسط. الاجواء بقى الموجه ورا الموجه بتتدفق في طبعا البحر. ادي الشماس المتنوعه والناس. كمان الموج النهارده هادي، يعني ما فيش ارتفاع كبير، ما فيش اي طبعا خطوره من امواج البحر الابيض المتوسط اللي هي طبعا بتتناسب ما بين
متر ونصف الى مترين في الاعماق، ولذلك هي على الشواطئ هاديه ولا يوجد اي خطوره، ولكن يجب اتباع تعليمات طبعا الخاصه بالمنقذين على شواطئ البحر الابيض المتوسط. احنا بنتابع طبعا حاله الاسر اللي توفدت، كمان حاله الاقبال بعد العصر هتكون اكثر، لان طبعا اغلب الاسر دلوقتي بتتناول وجبه الغداء. احنا حبينا بس ننقل لكم على الشواطئ نتابع نشوف ده. انا عاوزكم نبص السماء الصافيه وهي المياه الصافيه والنقيه جدا في شواطئ مصر بلطيم، وكمان البحر جمال وهواء يعني يشفى العليل، هواء نقي كمان في خلال بس المباشر بنتابع الاسر بتلتقط صور الناس سبحانه، اجواء مختلفه كمان للاحتفالات باجواء شم النسيم. المصريين دائما يعني بيبدعوا في الاعياد المختلفه للجميع، والشباب طبعا فرحانين بهذه الاجواء الرائعه، المياه الصافيه، الهواء النقي، الهواء جميل، البحر بصراحة والمياه، وكل طبعا من الشباب يحفر الرمال طبعا يعني حالة من الجمال والروعة على شواطئ مصيف بلطيم. في جولة سنتابع كمان على مدار اليوم جولات أخرى من مصيف الشيخ على